تحول بكم مشاهدين على المباشر إلى مقر المجلس الشعبي الوطني، أين يتواجد زميل هشام شريف. صباحك سعيد. صباحك أسعد زميلي محمد. بس نعم، تغطيتنا متواصلة للحدث الأبرز. نعم هشام، إذا سيختتم اليوم البرلمان بغرفتيه الدورة الخريفية في جو كما قلت قبل قليل يطغى عليه الإعداد للمصادقة على المشروع التمهيدي لتعديل الدستور. نعم زميلي، بس كما تحدثت سابقا أنت وقلت بأن الجو اليوم هو التعديل المرتقب للدستور وللمشروع التمهيدي للدستور. نعم. هي حقيقة تغطيتنا متواصلة لهذا الحدث الهام، وأنا الآن متواجد يعني أمام المقر المجلس الشعبي الوطني، نوافيكم بأهم الأحداث وما يحدث الآن. نعم ننتظر الآن يعني دخول الوزير الأول عبد الملك سلالو رفقة وفده الوزاري الهام لاختتام الدورة الخريفية للبرلمان بعد الانتهاء من مجلس الأمة. كما قلت، الحدث اليوم الأبرز والمهم هو تعديل الدستور، حيث بعد الاختتام سيلتقي مكتبي غرفتي البرلمان من أجل تشكيل لجنة موسعة لإعداد المشروع التمهيدي لتعديل الدستور متساوية الأعضاء، فيها 30 عضوا من المجلس الشعبي الوطني و30 عضوا آخرا من مجلس الأمة. هذه يعني من أجل إعداد المشروع التمهيدي وحسب المادة 100 المتضمنة والمتعلقة بالقانون العضوي لمجلس الشعبي يعني للبرلمان. سيقوم هذه المادة ستعطي أكثر إعداد قانون وكيفية إعداد الدورة الاستثنائية لتمرير مشروع تمهيد الدستور. شكرا لك هشام على كل هذه التفاصيل، سنعيد ربط الاتصال بك إن جد جديد فيما يخص اختتام اليوم البرلمان بغرفتيه للدورة الخريفية. حدثتنا على المباشر من أمام مقر المجلس الشعبي الوطني، جزيل الشكر لك هشام. شكراً.